وتنضم إلينا مفادة التلفزيون المصري ليلى عمر من العاصمة الفرنسية باريس. ليلى، أطلعينا على المزيد من التفاصيل حول جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس. نعم سحر، اليوم كما تابعنا كان يوما حافلا للرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى عدد كبير من اللقاءات وذلك على هامش قمة الميثاق العالمي الجديد، ميثاق التمويل العالمي المنتظر. هذه اللقاءات أو هذه المشاركات ربما بدأت في الصباح بالمشاركة في افتتاح هذه القمة، ثم بعد ذلك كان له كلمة خاصة في خلال جلسة النمو الأخضر أو شركات النمو الأخضر التي تحدث فيها عن وجهة نظر مصر فيما يتعلق بالتمويل وضرورة تحقيق التنمية المستدامة، وأن التحول للاقتصاد الأخضر لن يتم إلا من خلال التنمية المستدامة أيضا، والتي تتم من خلال توفير فرص العمل. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نماذج من التجارب المصرية فيما يخص التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الخاصة بالبحيرات على البحر الأبيض المتوسط وأيضا معالجة مياه الصرف الصحي، وقال إن ذلك ليس كافيا ومصر تخطو خطوات متعددة في هذا الإطار، بالإضافة لتأكيده على ضرورة إيجاد آلية جديدة لجدولة الديون وهيكلتها وتسهيل عمليات الإقراض خاصة على الدول الأكثر ضعفا والأكثر فقرا. كانت هذه مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي توجه بعدها إلى قصر الإليزي على مأدبة غداء، وكما ذكرتم منذ قليل كان هناك قمة مصرية فرنسية بالإضافة للقاءاته المتعددة على هامش القمة كلقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وأيضا رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي، بالإضافة للقائه مع الرئيس التونسي ولقاءات أخرى متعددة مع رجال أعمال واقتصاديين تمت على مدار اليوم. ومن المنتظر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة عشاء تقام مساء اليوم أيضا للوفود والرؤساء المشاركين في هذه القمة الهامة والتي انتهت فعاليتها منذ قليل سحر عقب يوم طويل مليء بالجلسات النقاشية التي استمرت على مدار اليوم منذ الصباح الباكر في أجواء ممطرة في العاصمة الفرنسية باريس. ربما انتهت هذه الأجواء الممطرة منذ قليل لتشرق الشمس مرة أخرى. 6 موائد مستديرة تناولت مجموعة كبيرة من الموضوعات التي تناقش الهدف الأساسي لهذه القمة، وهو التحدث عن آليات للتمويل وتغيير ربما النظام المالي العالمي الجديد الذي أصبح لا يتواكب مع متطلبات العصر ومع التحديات المختلفة مع مرور 80 عام على اتفاقية برايتون وودز التي وضعت الأسس لهذا النظام المالي العالمي. نعم. خلال الجلسات تم التركيز على قضايا متعددة عرضت العديد من الدول من خلال رؤسائها والوفود المشاركة كرؤساء الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مجموعة من التجارب والمقترحات لتحقيق أهداف هذه القمة التي تطمح إلى أن تخرج غدا بخطة عمل تستمر من 18 إلى 24 شهرا، من خلالها يتم البحث في أسس التمويل وكيفية دعمها لمجابهة مشكلات نتجت ربما عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والقضية الأساسية التغير المناخي. لتكون هذه القمة أيضا مقدمة لقمة المناخ كوب 28 والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا بداية لقمة 20 التي ستحاول الوصول لآليات جديدة فيما يتعلق أيضا بالتمويل وفيما يتعلق بجدولة الديون ومحاولة إيجاد دور جديد ومختلف في البنوك متعددة الأطراف. إذن جلسات استمرت على مدار اليوم سحر، بالإضافة لجلسات جانبية كانت منعقدة في منظمة التنمية الاقتصادية وأيضا في مقر اليونسكو، شارك فيها عدد كبير من الوفود المشاركة في هذه القمة والتي ستنتهي فعاليتها في الغد على أمل الوصول لربما ليس اتفاق لكن خطة عمل. وضحت الرؤية مفادة التلفزيون المصري ليلى عمر من العاصمة الفرنسية باريس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.